السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم ترتيب المنتخب الوطني الجزائري في تصفية كأس أمم إفريقيا 2025 بعد الفوز أمام توغو اليوم. لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. حقق المنتخب الوطني الجزائري فوزا ثمينا على منتخب توغو بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفية بطولة أمم إفريقيا 2025. وسجل هدف المنتخب الوطني الجزائري الواحد في المباراة مدافع بوروسيا دورتموند رامي بن سبعينيا من ضربة الجزاء. وبعد هذا الفوز في مباراة اليوم ضمن المنتخب الوطني التأهل رسميا إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 للمرة السابعة على التوالي والواحد وعشرون في تاريخها. وبهذا الفوز ضمن الخضر صدارة المجموعة ب 12 نقطة خلفهم منتخب غينيا الاستوائية بسبعة نقاط في المركز الثاني. أما في المركز الثالث نجد منتخب توغو بنقطتين، وأخيرا منتخب لايبيريا بنقطة واحدة تديل المجموعة. وأنتم مشاهدين الكرام شاركونا الآن بتعليقاتكم أسفل الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.